فخورة بأبوي كثير، كل الناس قد أبوي يعني بطل، وتقدر تطلع قمة كليمنجارو، تقدر تجيب مراكز أولى. بعد ما شاركت في أول مشاركة في ماراثون عمان وفي نهاية السباق جبت أنا مركز أخير، أجا سمو الأمير فراس رئيس الجمعية حكالي أنت بطل ما شاء الله عليك، قدرت تكملي 10 كيلو، فاجتهد ولك مستقبل حلو. وفعلا هي كان بداية النجاح. طلعت على كليمنجارو أكيد، حسيت بفخر واعتزاز بانه اليوم علي السوالمي على اعلى رابع اعلى قمه في العالم. واو علي، يو ار ا هيرو. اليوم انا عكست من صوره سلبيه للمجتمع بنظر لها لصوره ايجابيه انه انا اليوم على القمه. انا انسان عايش حياتي بجميع اشكالها، قادر أعمل، قادر أكون إنسان فاعل بالمجتمع، يعني الإعاقة لا تعني أنه أنا إنسان ناقص. أنا في لي أصدقاء 2 بيشاركوا معي من دبي، واحد من أبو ظبي واحد من دبي، وجوا شاركوا هون وأنا رحت شاركت عندهم. الفرق فرق شاسع. دبي أنت من الأوتيل مستعد تروح على أي مكان في داخل دبي بالمترو، مواصلات مش بحاجة للسيارة. احنا هون تقدرش تروح اي مشوار اذا ما كان عندك سيارة. ضمن حقوق وقانون الاشخاص ذوي الاعاقة، اي مبنى جديد لازم يكون مهيئ للاشخاص ذوي الاعاقة ككودة بناء، لكن نحن نرجع للمباني القديمة اللي مستأجريتها الوزارات صعب تتهيأ. التأهيل البيئي طبعا هو عائق دائم بكل مكان. فلما تكون بالعكس مهيئة أنت مش بحاجة، أنت بتروح لحالك بتصف سيارتك في موقفك، تنزل في رام، بتدخل على الدائرة، بتكمل كل معاملتك وبتضلك طالع. بالعكس بتكون أنت سعيد أنه أنت أديت الشغل تاعك بنفسك، ما احتجت لحدا يشتغل عنك. النقل العام مشكلة عويصة لأنه ما في تهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة، حتى التاكسي لما بتأشر له بهرب ما بيوقف لك. ليش؟ لأنه بده ينزل ويحط لك الكرسي ويرد يركبك ويرد ينزلك لما بيوصلك، فقصة. مشكلة هذا في سيارة بيضة صاف في محل ما بدي أصلا، يعني احكي له أنت ليش واقف محلي هون، هذا مش من حقك، بحكي لك نحن كلنا معوقين ببساطة. مرحبا كابتن، كيف الحال؟ اذا بدي اروح اراجع انا او سيد رعد على المدينه الطبيه ما فيش مواصلات، مكانش في كراسي متحركه، فيش عربيات، كله حمل تحت. انا خطا طبي وخطا عبد الله، يعني تقدر تقول ضربه عين. ليش اسمه هذا؟ احنا دائما نحكي مثلا مجتمع محيط، طب انا لما تفرض انت حالك بالمجتمع ما صفى مجتمع محيط، لانه انت موجود في كل مكان اليوم. يا ساعه
12 دقيقة، ساعة و12 دقيقة. هذيك بتدرب 24 ساعة، لو بتدربش كان زمني طاير. أحسن من بعض الماراثونات الرسمية. إن شاء الله القادم أقوى. بت إنه في هون شخص من ذوي الإعاقة عمل من لا شيء مستحيل.